لكن حضرتك عايز تقول اي حاجة تانية فيما يخص اي حد تاني يقول، ما عنديش مشكلة، لكن احنا مش هنسكت عن اي كلام بيتقال. موسيماني مدير فني جيد، مدير فني رائع، عنده مجموعة جيدة من اللاعبين بيعرف يوظفهم بشكل او باخر يقدر يكسب بيهم المباريات. الطريقة اللي بيوظف بيها يعني يا جماعة، ده حتى الناس اللي بتتكلم على موسيماني معظمهم مش هقول كلهم، معظمهم لم ينجح مع اي نادي. هو نجح في حاجة واحدة بس، في الكلام والضحك، لكن عمره ما نجح في أي حاجة تانية مع أي نادي. المجموعة اللي بتتكلم عن موسيماني، وبالمناسبة ما احنا في أيام كتيرة جدا هنا في قناة النادي الأهلي، مش كتيرة جدا لأنها قليلة، لما موسيماني بيعمل حاجة غلط بنقول إن هو عمل حاجة غلط في الاستوديو التحليلي، وبنقعد نسمع موجود في البيت الكبير في 10 الصبح في المحترق، في كل البرامج، في الملك وكتابة، في خطأ، كل البرامج بتقول لو في حاجة غلط موسيماني عملها. ولكن لما تيجي تبص على البرواز كله، 5 بطولات في 8 شهور، يا عم روح نام. يعني أنا ممكن أسيب الكلام ونام يعني، لأنه كلام لا يصح إن هو يتقال بجد. الواحد كان نفسه النهاردة يتكلم في أمور أخرى، ويحتفل بهدايا، ويحتفل بسيف، ويحتفل بالبرونزيتين، ولكن أنا شايف إن الموجة عالية جداً من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، وكتايب وكلام كتير جدا بيتكتب على صفحات التواصل الاجتماعي عشان توصلوا ان النادي الأهلي ده جبروت، وان النادي احنا مش جبروت ولا حاجة، احنا مش جبروت ولا حاجة، احنا جبروت في الملعب، عايزين نكسب. ال11 اللي بيبقوا موجودين في الملعب بيبقوا عايزين يكسبوا، هو ده الفرق. والله مش عارف، بعد كده نروح نقعد مع مجدي قفشه نقول له، بقول لك يا مجدي، لما الكره تجيلك والجون وتيجي تحط الكره جون، حطها بره عشان الاستاذ عمرو يبقى مبسوط، حطها بره عشان الكابتن رضا يبقى مبسوط، حطها بره عشان الكابتن ابراهيم يبقى مبسوط،